أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما رأيكم في شخص يخاف من الموت، وهل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كره لقاء الله كره الله لقاءه؟ وأرجو منكم توضيح الحديث. هذا خوف طبيعي، ما كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت، هذا خوف طبيعي، مثل ما تكره المرض وتكره الألم وتكره الجوع، هذا العطش، هذا خوف طبيعي ما تلام عليه، ولكن ما يكفي الخوف من الموت، لا بد من الاستعداد. إذا خفت من الموت استعد له بالعمل الصالح، أما الخوف اللي ما معه عمل صالح هذا ما فيه، ليس فيه لك فائدة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله، هذا إذا نزل به الموت بشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزل به الموت يبشر فيفرح ويحب لقاء الله. وأما الكافر إذا نزل به الموت فإنه والعياذ بالله يبشر بالنار، يبشر بالنار فيكره لقاء الله لأنه يعرف مصيره. نعم.